مزيج ما بين رفاهية الضيافة العالمية وعراقة الصحراء. أويسس الرياض في وسط هذه الكثبان الرملية جمعت أشهر المطاعم والمقاهي على مستوى العالم لتقدم أشهى المأكولات الشعبية والعالمية لإحياء تجربة استثنائية ممتعة لتلك الوجهة الترفيهية المميزة. الفعالية الهدف منها من حسب ما جانا من المنظمين أنهم يبغوا تجربة عالية وتجربة 5 نجوم أو تجربة يعني طبعا تكون فيها نفس المستوى اللي إحنا الكل بيجربوا لما يسافر أي دولة فيها هذه المطاعم. احنا هذا اللي حبينا نسويه، انه نجيب نفس التجربة وان شاء الله افضل كمان، يعني اللي سويناه هنا بإذن الله. مناظر خلابة ما بين الرمال مع اشجار النخيل، وجلسات مميزة بتصاميم ابداعية للاستجمام بعيدا عن ضجيج المدينة. وفي موقع اخر من واحة الرياض تطل مجموعة من المخيمات الفاخرة للزوار الباحثين عن الفخامة في وسط الصحراء. الرياض أويسس عبارة عن تجربة فريدة من نوعها، تستهدف ذواقة للأكل ومحبين التجارب الفاخرة والمميزة. احنا اليوم يوم فكرنا نسوي الرياض أويسس قلنا نبغى نجيب أهم أسماء من أهم أسماء المطاعم حول العالم تكون في نص صحراء الرياض الجميلة. الصحراء جميلة، وإحنا كشعب سعودي وكأهل الرياض يعني نقضي كثير من أشهر السنة في البر، فليش ما نجيب تجربة جميلة للبر؟ الجدير بالذكر أن أويسس الرياض قد تم بناؤها في 29 يوما فقط في مساحة تقدر ب1,200,000 كيلومتر مربع، واليوم هي محطة مهمة للزائرين من خارج المملكة وداخلها. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.